ودلوقتي هنعمل مع بعض معانا بتراك شربات مشمش. وبدل قرب بقى كرسان طيبين. شربات المشمش ده هعمل بيه كيكة. عندي هنا كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من السكر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، فانيليا، بيض، كوباية من شربات بتراك المشمش. هحط نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، فانيليا، هاخد كوباية من شربات المشمش واضربه في الخلاط بقى كويس كل ده على بعضه كده. اجيب بقى هنا كوبايتين الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. دي هتعمل صينية مقاس حوالي 22، معلقة بيكنج باودر، رشة ملح، بعدين بقى كل ده فرخة على النار وانزل كده، اخدها كده امرر عليها ايه الزبدة وانزل فيها الكيكة، وانزل الكيكة وادخل دي على 180 درجة على الرف الوسطاني. هوريكم بقى هنعمل فيها ايه، برضو نفس الحكاية، شربات نفس هو الشربات اللي عملته جوه الكيكة،